هذا هو المطعم العائم اللي راح نصعد بها ونتجول في هذه البحيرة الصغيرة. نحن في منتجع جرموب في أرمينيا. أصدقائنا ومتابعينا الأعزاء، أنتم على الهواء مباشرة مع أرارات السياحة من المطعم العائم في منتجع جرموب في أرمينيا. اليوم صاحبنا الجروب القادم من أربيل من عين حاوة برفقة الأخ أبو جلال من شركة الدلال السياحية، والجماعة طلبوا أن نقيم جولة بالمطعم العائم. نأمل أن تنضمون إلينا في الجولات القادمة. بدأت جولتنا في بحيرة الموجودة في داخل منتجع جيرمو. هنا الجماعة دخلوا نصرد اللابسين صيفي، لكن هسه شتوا، لكن لا جديات مو شتوا، لهم ياكلوا الموطة وشتين، هذا موطة. هنا الأخ جانا من مكسيك هسه وصل، هذا زي المكسيكي. هذول كلهم من تكساس جايين. From Texas. لا، شكرا جزيلا.